اعلان لم يتم حتى الان اعلان الاعتصام بشكل كامل، ولكن هي يعني المؤشرات الاوليه تقول ان احنا داخلين على اعتصام. احنا بنتكلم في اعداد قد ايه يا استاذ مينا؟ الاعداد كبيره يا استاذه لبنى، يعني تقدري تقول في يعني تقدر تقول وصلنا لعشرات الالاف، لكن طيب ما اقدرش احدد عدد. تمام. طيب قول لي ايه المطالب تحديدا؟ يعني هي يعني مطالب بتقدر تقولي انها ضبط الجناة والمحرضين والمتسببين في الحادث اللي هم المتواطئين واللي تسببوا في الحادث والمحرضين برضو. ان دي جزئيه المحرضين دي اهم جزئيه، ان احنا دايما طبعا نروح نمسك اداه عملت مشكله وما بنمسكش اللي حرضها. عندك حق. اللي هو بيحرق الاداه دي وبعد كده يرجع يحرض غيرها. الحاجة الثانية، احنا بنطالب بإقالة محافظ أسوان، ومش بإقالته بس، لا أيضا القبض عليه وتحويله للمحاكمة عشان التصريحات المستفزة اللي كان بيقولها في وسائل الإعلام. ثانيا التحقيق الفوري مع ضابط المباحث أحمد فتحي، لو مفتش مباحث اسمه ومدير أمن أسوان هم في الاعتداء، وده مثبت معانا بفيديوهات. يعني عندكم أدلة تثبت اللي حضراتكم بتقولوه. احنا معانا صوره، انا معايا عشان صوره من الترخيص بتاع الكنيسه، بناء كنيسه وترخيص الهدم، وبيقول ان هو كنيسه، والمحافظ طالع بيقول انها مجرد مضيافه. فانا معايا الاثباتات اللي تثبت انها كنيسه. طيب هقول لك على حاجه يا استاذ مينا عشان نوضح الموقف، لان احنا سمعنا كلام كتير سواء من محافظ اسوان او يعني اتقال الاول انه في ترخيص، لكن ترخيص ببناء مضيفه، وحصلت اتبنت القبه دي وهي دي اللي كان فيها المخالفه، وبالتالي كان في قرار بالهدم وحضراتكم كنتوا هتنفذوه، لكن كان في اعتداء او البعض هو اللي حاول ان هو ينفذ ده بايده. هو ده اللي حصل تحديدا ولا في روايه ثانيه؟ احب اصحح لحضرتك المعلومه. اولا فضل. هي كانت كنيسه مبنيه بالطوب اللبن منذ اكثر من 80 سنه، تمام، تهدمت بفعل يعني عوامل الزمن، اصبحت غير قادره يعني على الصمود اكثر من كده. تشكلت لجان من الاحياء من الحي هناك او من المحافظه هناك، واوصت يعني احلال وتجديد الكنيسه مره ثانيه، وحصلنا على التراخيص اللازمه للكلام ده، وانها كانت كنيسه، واحنا معانا الصور اللي بتقول انها كانت كنيسه قبل كده، كان فيها هيكل. الترخيص يا فندم المعطى بامر الانشاء، الترخيص وعليه شعار ختم الجمهوريه مكتوب فيه الدور يصرح ببناء مبنى من ثلاث طوابق، الدور الاول عباره عن سلم وصاله الكنيسه والهيكل. اين يوجد الهيكل غير في داخل الكنيسه؟ طب انتوا ناويين تعملوا ايه دلوقتي؟ ودلوقتي احنا يعني احنا بنتكلم ما بقاش المشهد في اسوان، لكن بقى هنا في القاهره وقدام ماسبيرو، وبقى في مطالبه باقاله محافظ اسوان. وسرعه اصدار قانون دور العباده الموحد والقوانين التي تجرم التحريض والتمييز الطائفي، مع وضع جدول زمني لتنفيذ كل ما سبق. يعني خلينا نقول، هقول لك على حاجه يا استاذ مينا، خلينا نقول ان مطالبكم ما بتنحصرش فقط او مش مركزه في الحادثه اللي حصلت في اسوان، لكن بشكل عام يعني مع الحوادث اللي صارت. ثالث حادثه فقط يعني في مده يمكن اقل من 6 شهور. يعني احنا يا جماعه الى متى يتم استخدام اقباط مصر ككارت سياسي؟ اقباط مصر ليس بكارت سياسي ليستخدم. ايه النية دلوقتي يا استاذ مينا؟ تابعونا يا جماعه، احنا هنعلن عن موقفنا لحظه بلحظه، لان الوضع على الارض، احنا موجودين على الارض. طب بقول لك ايه، مفيش حد جه يكلمكم؟ مفيش حد جه قدام ماسبيرو واتكلم معاكم؟ نعم يا فندم؟ مفيش حد جه يكلمكم اتحاور معاكم قدام ماسبيرو وتواصل معاكم يعني؟ قصد حضرتك ايه يعني؟ حد جه سواء من الحكومه او من المجلس العسكري يعني؟ في قوات امن بشكل كبير جدا موجوده هنا، قوات امنيه وقوات امن مركزي موجوده بشكل كبير جدا ناحيه كوبري، نزل كوبري 6 اكتوبر، موجود قوات امن كبيره جدا،
واكيد الناحيه الثانيه هوديها. لا انا ما بتكلمش في تمام ده مفهوم. اكيد هيكون في قوات امن علشان تامين المنطقه وعشان ما يحصلش فيه اي يعني مشاكل، لكن انا بتكلم على مستوى التحاور والتواصل مع حضراتكم، وحد يجي يكلمكم، في حد من الحكومه، محافظ القاهره، حد من الشرطه العسكريه، او يعني مندوب من المجلس العسكري، في حد جه اتكلم معاكم يا استاذ مينا؟ احنا لحد دلوقتي محدش تواصل معانا، لكن انا بحب بس الفت نظركم لحاجه. اتفضل. قوات الامن في كل مكان بيكون عشان تعمل مظاهرات، لكن في مصر بيكون عشان تفضها وبالقوه. يعني حصل محاولات معاكم دلوقتي؟ احنا عارفين ان ده بيحصل من الصبح. الخصومات السابقه، ولكن يعني لا، النهارده في حد حاول ان هو يفض الاعتصام بالقوه؟ حد اتعامل معاكم؟ حتى الان لا توجد اي تحركات عنيفه من قبل القوات الداخليه او الشرطه الموجوده معانا هنا، قوات الامن المركزي حتى الان. طب إيه هو الوضع دلوقتي؟ الاعتصام او بلاش اعتصام، قلت لسه النيه او الموقف بالنسبه للاعتصام لسه ما اتضحش، لسه ما اتخذش قرار، لكن الوقفه قدام مسبيه. احنا في وضع اعتصام، تم قطع الطريق والناس موجوده ومصره على الاعتصام. ما لم تتحرك الدوله يعني تبدا يعني تدينا امل انها تشتغل، يعني هتتحرك. يا جماعه احنا لغايه دلوقتي كانوا يعني المحافظ هو مسؤول الدوله، هو ممثل رئاسه مجلس الوزراء، هو ممثل المجلس العسكري، بيطلع يقول انها مش كنيسه. على كل الاحوال حضرتك بتقول خليكم معانا، احنا وعد حضرتك باذن الله احنا هنتابع معاكم الموقف ان شاء الله، ولو جد جديد وان شاء الله باذن الله يكون الجديد ده في الصالح. نتمنى بس حد يتواصل ويتكلم مع الناس عشان الموضوع ما يتطورش للأسوأ باذن الله يا رب ما يحصلش كده.